مساء الخير على كل الساده المشاهدين، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل الناس اللي بتتابعنا من كل محافظه في مصر ومن كل حته في مصر، رجعنا لكم بفيديو جديد وفيديو قوي وفريد من نوعه. يسعدني ويشرفني ان يكون في استضافات اليوم كابتن مصر كابتن ابراهيم. اهلا بك يا اهلا كابتن وسهلا ابراهيم، كابتن سمبو. واهلا بالساده المشاهدين، بيسلموا على حضرتك. اهلا النهارده وسهلا. هنتكلم على مباراه ماراثونيه تجمع ما بين عملاقين القاره السمراء، نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي الرياضي. مباراه من العيار الثقيل، سوف تقام الساعه 6 بتوقيت القاهره ان شاء الله باذن الله، ضمن فعاليات دوري ابطال افريقيا اليوم. كابتن ابراهيم، من وجهه نظرك شايف مباراه الزمالك هل هتبقى مفتوحه او مقفوله من حيث الاهداف؟ هنشوف اهداف وهنشوف كوره كويسه من الفريقين، ولا نادي الزمالك بعد تعثره الاخير بنتيجه التعادل بالمثل، برضه كان قدامه الترجي متعادل ولكن بطعم الفوز 1-1 مع مرودية الجزائر، شايف الماتش هيمشي ازاي من وجهه نظرك كابتن؟ انا اتوقع، بص، يا ماتشات كره شمال افريقيا عامه، كره شمال افريقيا بتحس ان هي الماتشات بتبقى مقفوله، صحيح، مش جوانا كتير، اخيرا الماتش بيخلص 1-0 2-1 بالكتير 2-0، صحيح، مش مفيش بقى بتاع الاربعه والكلام ده. بس اتوقع النهارده الماتش مختلف جدا، بسبب ان يعني غير تعثر الترجي، تعثر الزمالك ذات نفسه، ان الزمالك محتاج الفوز جدا، صحيح، ان هو يعني بيعدل من لازم وضعه في المجموعة. بالظبط كده. عامه كان عنده يعني طالع من خيبه امل مثلا، يعني خساره في الدوري قبلها، صحيح، تعادل في افريقيا في بره، دي كانت شبه يعني تعادل مثلا نقول بتعمل فوز، بما ان يعني اللي اتفرج على الماتش ان الماتش كان في نادي الزمالك، يعني صحيح، فاهمني. بس زعلنا طبعا ان الفريق صحيح، ما كسبش المباراه دي، انت فاهمني. وقبلها ماتش مثلا المولوديه، كسبوا مثلا ماتش الاسماعيلي في النص، كان ماتش حتى بصعوبه جدا، ماتش في اخر صحيح، دقيقتين، فاهمني. يعني اللي هو يعني لا، الزمالك محتاج، النادي محتاج الفوز، محتاج الفوز جدا الماتش ده، صحيح، تمام. ويعني ما توقعش يعني تركز نفسه عشان على ارضه، خسرتين اخر مره، يعني الزمالك هو كده مطلعه من كده البطوله، متصدر، طبعا مطلعه من السنه، الموسم اللي فات طلعه من السوبر الافريقي ومن دوري خرج منه ابطال، السوبر الافريقي، صحيح صحيح وخرجه في ربع النهائي دوري الابطال، انت فاهمني. صحيح، فاللي هو يعني فهو بالنسبه له يعني بالبلد بتاعنا كده، في طار، في طار صحيح بين الفرقتين، انت صحيح فاهمني. فالترجي عايز يكسب والزمالك عايز يحسن من وضعه، صحيح يمسك جمهوره اللي هو يعني بقى له فتره، صحيح. انت فاهمني. يعني في مشاكل، بس برضه هنتكلم ان كان في طيب غيابات. صحيح. طب كابتن ابراهيم، من وجهه نظرك شايف الغيابات هتلعب دور على هذه المباراه، وهيبقى في دور مؤثر على الزمالك او الترجي من ناحيه غيابات اللاعبين، يعني ممكن تاثر على الفريقين بالسلب، ولا شايف من وجهه نظرك الغيابات انا شايف مهمه؟ ان لا، الزمالك كان حاطه غيابات، مثلا زيزو وابو جبل، ان مجموعه اللعبه دي رجعت. يعني اتوقع ان مثلا ابو جبل عودته صحيح للجون النهارده، عود زيزو في الجناح صحيح الايسر تاني مكانه، يعني طبيعي. يعني بصراحه بان تاثيره في مباراه وادي دجله. صحيح، بن شرقي مثلا يمكن الحظ مش معاه الفتره دي، بس يعني بصراحه بس يعني لعيب كبير ليه بن شرقي، خطورته طبعا ما فيش طبعا غنى عنه في طبعا الملعب. طبعا، يعني الدليل حتى لما خرج الماتش اللي فات، تحس ان الزمالك ضعف هجوميا، صحيح يعني حتى هو موجود، حتى لو بيضيع، بس في صحيح خطوره، في اللعيب ده صحيح معمول له حساب في الملعب، صحيح. فاهمني؟ طيب كابتن ابراهيم، تقدر تقول لنا التشكيل المتوقع من وجهه نظرك لنادي الزمالك؟ مثلا حراسه المرمى كده معانا على الهواء مباشره، اتوقعها مثلا محمد ابو جبل في حراسه المرمى، محمد ابو جبل يا جماعه، جنون قلب الدفاع مثلا محمود الونش الونش، ومحمد عبد الغني، صحيح، الباك اليمين حمزه المسلوسي، في الشمال احمد ابو الفتوح، احمد ابو الفتوح اتنين في نص الملعب طبعا، المسمار طارق حامد، طبعا، جنبه المايسترو فرجاني ساسي، فرجاني ساسي تمام، اللاعب الكبير، على الاثنين تحت فيرو الوينجين عامة، يعني اللي هو مثلا هنلاقي بن شرقي بن شرقي، اوكي، وزيزو في وزيزو، النص، صانع العاب بيبقى يوسف اوباما، يوسف اوباما، والنجوم ممكن يعني اتوقعها حميد احداد المرة دي حميد بسبب خبرته احداد. الافريقية وانه لعب ماتشات صعبة زي دي. لكن من وجهة نظرك ايه فاتوقعها رأيك في اسامة فيصل، قادر ان هو يقود هجوم الزمالك فيما بعد من المباريات، ولا انا شايفه بصراحة، يعني نسخة مصطفى، شايفه حاجة مصطفى محمد كده، بس ياخد السكة ما شاء الله، لعبنا يعني ما شاء المحترف الله باين عليها، مصطفى يعني محمد ربنا يبارك فيه ويحرسه يا رب، ويفضل امين دايما كده ماشي على الخطى الثابته ان شاء الله. طيب كابتن ابراهيم، من وجهه نظرك شايف الزمالك مشواره عموما في دوري ابطال افريقيا، وسواء مشواره في الدوري المصري او كاس مصر، البطولات اللي بيلعب عليها الموسم دوت، شايف الزمالك قادر ان هو يحقق بطوله لجماهير نادي الزمالك الموسم دوت، ولا شايف ان الموسم هيبقى لا، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا اتوقع فيها بطوله، يعني حتى لو اتوقعها السنه دي ممكن تبقى فيها افريقيا، يعني ان شاء الله، يعني بإذن فاهمني. الله إن شاء لازم الله، يعوضوا جمهورهم، لان في فاينالين ورا بعض خسروهم، انت فاهم. صحيح فلازم ان شاء الله الثالثه دي صحيح عندنا، يعني ان شاء الله السادسه تبقى صحيح فريق نادي الزمالك السنه دي، صحيح، وان شاء الله يعني. وبطوله الدوري لسه بدري، يعني صح، لسه بدري لسه نتكلم بدري، على ما الدوري، انت نحكمش على فاهم. الدوري من بس هو ايه يعني، هو كعادتنا وتقاليدنا كمصريين، فاهمني. خلاص الزمالك فقد نقطتين صح ثلاثه، الاهلي وصل صح للقمه، خلاص كده يعتبر الدوري خلص. صحيح. بس لا، ده ما عادش موجود غير لا الاول، الكلام ده كان زمان. فانت بتتكلم دلوقتي، لا الدنيا اتغيرت خالص، ككوره مثلا اتطورت،
لا النادي الزمالك قادر يرجع قادر صحيح يعني فاهمني. صحيح فلا لا لسه ان شاء الله لسه فيه، ولسه بطولة الكاس لسه يعني الزمالك ما لعبش اول صحيح. لا مباراة يعني لسه 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 مع حرس لسه الحدود المباراة القادمة صحيح بعد ماتش افريقيا ده او صحيح. بعد ماتش السيراميكا كليوباترا في الدوري اللي هو يوم الخميس. ديت كانت ابرز تصريحاتنا مع كابتن ابراهيم كابتن مصر من خلال استوديو قناة جد كورة على الهواء مباشرة. يا جماعة اهم حاجة في النهاية وليس اخرا، ما تنسوش الاشتراك في قناة جد كورة وتدعمونا بلايك وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد، وتتابعونا على كل حساباتنا يوتيوب وفيسبوك البيج سامبو ماجيك. واهم حاجة ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم على الحلقة ديت وعلى الفيديو. كابتن ابراهيم، رسالة اخيرة لجماهير الزمالك تحب توجهها لهم؟ يعني اتمنى ان احنا نفضل في ظهر النادي ونسانده، يعني احنا برضو الواحد بيزعل طبعا لما طبعا النادي بيتعثر جدا بيزعل جدا جدا، بس نادي الزمالك برضو يعني احنا اتربينا على حب النادي بصراحة، صحيح فاللي هو احنا يعني نبقى معاه في الزمالك اكتر من الفرح، يعني طبعا لما بيفرحنا فيهم يعني الواحد يحس ان هو ايه بيفرح بنفسه، يعني مش وقت الفرح نبقى معاه ووقت الحزن مثلا نسيبه ونقعد نشتم ونغلط، لا صحيح احنا عايزين ندعم اللعيبه برضو في مسحقات متاخره، احنا صحيح مش معاهم اللي هم مثلا يتعطلوا على الماتش مثلا او تشتتهم يعني يتشتتوا عن الماتشات بسبب مثلا مسحقات ماديه وكده، صحيح بس برضو يعني كل واحد ليه حقوق برضو انت بس ايه يعني تتمنى ان لازم احنا نبقى في نساند ظهر بعض. صحيح بالظبط كده، صحيح بتمنى ان احنا نساند النادي الفتره دي يعني ويمر يعني يعدي من كلنا الأزمة اللي هو عارفين ان فيها. النادي بيمر بكبوه الفتره دي، صحيح فاتمنى ان احنا نكون في ظهره يعني عشان ربنا ينصرنا الفتره إن الجايه دي، شاء وان الله شاء الله يعني ربنا يعدي إن المحنه دي شاء على الله خير. بإذن الله. دي كانت أبرز تصريحاتنا على مباراة الزمالك والترجي دوري أبطال أفريقيا النهاردة بإذن الله مع كابتن إبراهيم، والسلام عليكم.